لكل واحده سابها حبيبها. بقول لك اسمعي الكلام ده كويس وفهمي. يا عيني يا متاخده على قفاكي اللي سابك مزك والنوم جفاكي، شايفك بتتقلبي على السرير ويروح من عينك النوم وبيطير، وبتقفشي في اي كلمه مستطريه وفاكره ان هي دي الحريه، هتتخدعي باشباه الرجال زي ما انخدعتي في ذبح الفراخ في كنتاكي. فهل تعتقدين ان هذا هو هواكي؟ يا عيني يا متاخده على قفاكي.